عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا وسهلا ومرحبا بالمتتبعين عالم حنونة. نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في أتم الصحة والعافية. اليوم جيت نشارك معكم كريب بصلصة شوكولا. واحد صلصة اللي كتجي يا سلام، كتجي روعة، كتجي معلكة والمذاق حاضر دائما. ندوزو المقادير والطريقة بإذن الله. غنحتاجو في المقادير نسطر ديال الحليب، حامضة محكوكة، معلقة ديال السنيدة، جوج معالق كبار ديال الزبدة، ساشيات فاني، جوج بيضات، 125 غرام ديال الطحين، ورشة ملح. ناخذ الخلاط الكهربائي نخويو فيه الحليب، نضيفو ليه جوج بيضات كما كتشوفوا. من بعد غنزيدو ليه فاني، ساشيات فاني، من بعد السنيده، ثم الزبده، جوج معالق كبار للتذكير. من بعد غنضيفو ليه الحامض، حامضه محكوكه. هاد الحامضه كتنسمو يعني باش كتحيد هذيك الريحه ديال البيض. غنزيدو نضيفو الطحين ونديرو يتخلط كل شيء. الطحين غنزيدو شويه بشويه. هانتوما كما كتشوفوا العجين احنا طحناه كيفاش كيجي، يعني نتوما عينكم ميزانكم غتشوفوا الا جا خفيف شويه كتزيدو الطحين على حسب الطحين، الجوده ديال الطحين. غنصبو فهاد الزلايف حيت غنديرو واحد عادي وواحد ببودره الكاكاو. واحد غنخلطو ببودره الكاكاو، المهم درت جوج معالق، واللي كيبغي اللون شويه غامق يزيد اكثر. كنخلطو مزيان باش ما كتبقاش هذيك الحبيبات في الخليط. نخلطو مزيان باش الحبيبات كتذوب ديال الكاكاو مع العجين. كما كتشوفوا شويه كيبقى، نحيدو الا كانت شي حبيبه نحيدوها. ها هو العجين العادي والعجين بخليط الكاكاو، غنخليوه يتروبوزا شويه. ومن بعد ندوزو الصلصه اللي غترافق الكريب. بالنسبه للمقادير، كاس ديال الحليب، كاس ديال الحليب، معلقه من بودره الكاكاو، معلقه صغيره من المايزينا، 125 غرام ديال الشوكولات، ومعلقه صغيره من الزبده. هادو هما المقادير ديال الصلصه اللي غترافق لينا الكريب. وصراحه اعتمدوها لان الصلصه كتجي زوينه بزاف. غنديروا داك الكاكاو والمايزينا في واحد الزلافه ونضيفوا ليهم الحليب. الحليب كيكون بارد، ونخلطوا مزيان هذا الخليط حتى كيذوبوا داك الحبيبات ديال الكاكاو. هانتوما كما كتشوفوا كنخليوه يرتاح واحد شويه. من بعد غندوزو غندوبوا الشوكولات ديالنا في حمام مريم، ونضيفوا ليه داك الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده.
ها هو داب لينا الشكلاط، غنضيفو ليه دابا هداك الخليط ديال الحليب وبودرة الكاكاو والمايزينا ونخلطوه مزيان. ديالنا كما كتشوفوا كتجي معلكه، المذاق زوين بزاف، نتمنى تجربوها. الكريب ديالنا وجدوا كما كتشوفوا، كريب عاديين وكريب ببودره الكاكاو، كنزينوهم بصلصه الشوكولا ونرشو عليهم اللوز، ولا لا كان عندكم بيستاج ولا القرقاع. صراحه كيجيو غزالين، كيجيو زوينين هشاش، وهاديك الصلصه كتزيدهم لذه ومذاق. نتمنى اللي يدخل اول مره الفيديو ديالي وعجبوه الوصفات ما ينسانيش من الدعم ديالو، لايك، تفعيل الجرس. والمتتبعين الاوفياء ديالي كنقول لهم شكرا، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، شكرا على كلامكم الزوين في حقي، شكرا على التشجيع ديالكم وعلى التعاليق الزوينه. اتمنى اللي جرب الوصفه وعجبته يخلي ليا في التعاليق. دمتم في رعايه الله، والى فيديو اخر ان شاء الله.